النجراني يلعب كرة في العمق، ريفاس سجل قاتل، القاتل يضرب في الوقت القاتل وأخرج ما في باطنه من إمكانيات وضرب الباطل بهدف القاتل. ظهر الشلحوب في دقيقة للهلال، وكما هي عادة ظهوره يظهر الآن القاتل في أجواء خيال، خيال يا عالم خيال. نعم نعم هذا هو الهلال، نعم نعم هذا هو الهلال، الهلال الذي لا تتوقف أمامه إلا بعد إطلاق الصافرة، لأنه لا يتوقف، لأنه لا يتوقف. شوف ريفاس استقبل الكرة وبعد ذلك وضعها في المقتل.